حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة عربية تعلق: المكلا تغص بالعائدين من السعودية. قنابل إيرانية تستخدم في حرب اليمن. أشهر ناشطة في باكستان تعود إلى بلادها لأول مرة منذ 6 سنوات. الحمض النووي يبرئ أمريكيا بعد قضائه 20 عاما بالسجن. أهلا بكم. يروي تقرير مفصل نشره الموقع بوست تفاصيل الطريق من صنعاء إلى مدينة سيئون بحضرموت وعنوان الموقع: حصاد يوم وليلة من صنعاء إلى سيئون، صورة مصغرة للجحيم والذكريات. وقال الموقع حول النقاط التي توقف المسافرين: في نقطة حمام جارف تم إيقافنا مدة ربع ساعة، كانت كفيلة بأن تهدئ من نزقنا إلى بلوغ الهدف، وكانت بمثابة بروفا أو البوصلة التي سنسير عليها. هكذا يبدأ الاختبار بصورة تدريجية. يتابع التقرير الذي أعده محمد الشجاع: نقطة أخرى خارج ذمار باتجاه رداء، 10 دقائق تحقيق مع 3 من ضمنهم منصور. أحدهم قال معاتبا: يا منصور أنا قلت لك هات 500 مش 250 عشان نخرج. وعن أكثر النقاط الأمنية التابعة لميليشيا الحوثي والمسمى نقطة أبو هاشم قال كاتب التقرير: ساعة إلا ربع صعد المحقق الأول إلى الباص، عمره لا يتجاوز 2، دخل في نقاش جانبي مع أحد الركاب حول معاوية وبني هاشم وحصار المسلمين في شعب مكة، أنزل 4 للتأكد من سلامة وجهتهم بأنها لن تكون إلى الجبهات المعادية، عاد 3 وتم الإبقاء على 1. جاء معقب آخر أكد على ضرورة بقاء الرابع لديهم للتحري، قال المعقب للسواق: امشي. وأخذ معه 2 كان موقوفين منذ اليوم الأول تحت ذريعة التحري، قال أحدهم إنه من جبل رأس حيث معركة الساحل وأراض ملغمة تفاقم معاناة الناس اليومية. العديد من العناوين صدر بها موقع المصدر أونلاين صفحته الرئيسية أبرزها: حذرت من التشويه الذي يطال صنعاء القديمة، وزارة الثقافة: الحوثيون يمارسون تدميرا ممنهجا للآثار. وعنوان من حضرموت: مقتل 10 جنود بكمين نصبه مسلحون في مديرية حجر بحضرموت وميداني أيضا. القوات الحكومية تسيطر على قرى ومواقع جبلية في القبيطة شمالية لحج. ومصدر حقوقي يقول: وفاة معتقل إثر تعذيبه في سجون النخبة الشبوانية. يمكن أن تكون المجتمعات جاهلة ومتخلفة، لكن الأخطر هو أن ترى جهلها مقدسا. هذه مقولة مشهورة لبرتراند راسل استهل بها سامي الكاف مقاله عن القانون وسيادة الدولة، مضيفا في أجزاء من مقاله الذي نشرته قناة بلقيس: المجتمعات في نهاية المطاف لا يمكن أن تكون حية إلا بدولة، وأي دولة وكل دولة عندما تكون صاحبة قرار لا تعرف إلا بقوانينها النافذة التي تسري على جميع مواطنيها سواء بسواء. بعبارة أخرى أكثر توضيحاً، في المجتمعات الحية لا أحد فوق سلطة القانون. كان موجز الخبر قبل أيام على النحو التالي: السلطات الفرنسية تحقق مع الرئيس السابق ساركوزي بتهمة تلقي أموال لحملته الانتخابية من قبل القذافي. عادة ما تجد مثل هذه الأخبار في وسائل الإعلام في الدول التي تعرف بقوانينها النافذة التي تسري على جميع مواطنيها سواء بسواء، ويتناقلها الجميع بمن فيهم العرب. ودرج العرب منذ زمان بعيد على تقديم تعريفات خاصة بهم وحدهم تتعلق بدولهم، الدول التي تضع القوانين تحت أقدامها للدوس عليها، لا جعلها قوانين نافذة تسري على جميع مواطنيها دون استثناء سواء بسواء. ثمة من هم فوق سلطة القانون عند العرب يا جرب. ولاحقا ثمة من استطاع أن يقدم تعريفات جديدة في كيفية تلقي الأموال من دول أخرى والعيش عليها بوصفها سلوكيات ثورية تحريرية من طراز جديد دون أن يقع تحت طائلة سلطة القانون، أو يجرؤ أحد ما على تقديمه إلى السلطات المختصة للتحقيق معه في ظل عجز الدولة نفسها عن القيام بما عليها القيام به تنفيذا للقانون.
يعتقدون أنهم فوق سلطة القانون، بل ويؤمنون بذلك ويقدسونه، وعلى هذا الأساس يتصرفون. قال سكان محليون بمنطقة بالعساف بمديرية ميفعة بشبوة إن قوات من النخبة الشبوانية قامت بإضرام النار في منزل مواطن بالمنطقة عصر الأربعاء. وقال السكان لعدن الغد إن القوات قامت بإضرام النار بمنزل المواطن محسن أبو شنب الواقع بمنطقة بالعساف. وأوضح السكان أن قوات النخبة كانت قد قامت قبل ما يقارب الشهر بمداهمة ذات المنزل ونهبت سيارة ومولدا كهربائيا. وتابع الموقع: لم توضح قوات النخبة أسباب ودوافع هذه الحادثة، ودأبت مؤخرا على مداهمة منازل مواطنين وإحراقها بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة. بدوره عنوان موقع المشاهد نت حول الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي: قنابل إيرانية تستخدم في حرب اليمن. قالت مؤسسة أبحاث معنية بالصراعات ومقرها لندن إن الحوثيين استخدموا قنابل على شكل صخور في الحرب في اليمن تشبه تلك التي يستخدمها حزب الله اللبناني وجماعات موالية لإيران في العراق والبحرين. وأوردت مؤسسة أبحاث تسليح الصراع أن هذا التشابه يكشف النفوذ الإيراني في المنطقة ويؤكد الاتهامات الموجهة لطهران بدعم الحوثيين بالأسلحة والصواريخ. وأضافت أنها عثرت على قنبلة على شكل صخرة في يناير 2017 بالقرب من مدينة المخا. يضيف الموقع: القنبلة كانت مغطاة بالألياف الزجاجية ومعبأة بالمتفجرات، كما أنها يمكن أن تنفجر باستخدام موجات الراديو أو الأشعة تحت الحمراء. يضيف المشاهد نت مستندا إلى تقرير ورد في موقع الحرة: أيضا هناك ثلاثة أنواع منها، بما في ذلك الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة، واستخدمت ضد القوات الأمريكية في العراق. وقال التقرير إن المحققين وجدوا أيضا نوعا من الأسلاك المصنوعة في الصين وتستخدمها إيران عادة في صنع العتاد. الكاتب المصري عادل سليمان كتب مقاله في العربي الجديد بعنوان اليمن بين الحزم والأمل، محاولا تقييم النتائج بعد سنوات الحرب، مضيفا: يمكن إيجاز الأهداف الرئيسية التي كانت معلنة في بداية انطلاق عاصفة الحزم في ثلاثة: القضاء على قوة الميليشيات الحوثية وإنهاء سيطرتها على العاصمة صنعاء. يمكن إيجاز الأهداف الرئيسية التي كانت معلنة في بداية انطلاق عاصفة الحزم في ثلاثة: القضاء على قوة الميليشيات الحوثية وإنهاء سيطرتها على العاصمة صنعاء وتهديدها الحدود السعودية، إنهاء النفوذ الإيراني في اليمن، وإعادة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد رب منصور هادي وحكومته. وما الذي تحقق من هذه الأهداف؟ لعل الإجابة في عدة دلائل. أولها المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث العسكري السعودي باسم التحالف. أولها المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث العسكري السعودي باسم التحالف العربي في الرياض يوم 26 من مارس آذار الحالي، في مستهل العام الرابع لعملية عاصفة الحزم، وهو يعرض نماذج للصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المملكة وتجاوزت 150 صاروخاً منذ بدأوا استخدامها، ويقدم الأدلة على أنها صواريخ إيرانية الصنع وردت حديثاً إلى الحوثيين. وثاني الدلائل استمرار سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وعلى مدينتي تعز والحديدة وغيرهما. وثالث الدلائل بقاء الرئيس الذي يمثل الشرعية في الرياض، لا صنعاء ولا حتى عدن. وهذا يعني أنه لا سلطة الحوثي انتهت، ولا النفوذ الإيراني تقلص، ولا الشرعية عادت، ولا تهديد الحدود الجنوبية للسعودية انتهى، ولا حتى التحالف الذي بدا قويا ومتماسكا بقي على حاله، بل تقلص إلى السعودية والإمارات. والأهم هو تصاعد المطالبات الدولية، بما في ذلك مطالبة الحليف الرئيسي للسعودية أمريكا بإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي للمشكلة. وهكذا يبقى اليمن بكل ما يملك من عمق تاريخي وحضاري، ويبقى اليمنيون بكل ما يمثلون من أصالة عربية، رهائن ما بين الحزم والأمل.
روى عميد كلية الآداب بجامعة عدن الدكتور علي ومبلغ لموقع عدن تايم تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش، واستهدف حراسة وبوابة الكلية وأسفر عن مقتل وإصابة جنديين من حراسة الكلية. وقال الدكتور مبلغ إن 3 مسلحين كانوا يستقلون سيارة نوع كوريلا ترجلوا منها وهم يرتدون كاميرات رأس وهاجموا حراسة وبوابة الكلية البالغ عددهم 6 جنود، ورد أحد الجنود بإطلاق النار على المهاجمين وتبادل إطلاق النار ما أدى إلى مقتل جندي يدعى شائع الحريري وإصابة آخر من حراسة الكلية، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة حاليا. وأضاف أن إطلاق النار أدى أيضا إلى إصابة أحد المسلحين وتم القبض عليه وتسليمه للأمن فيما فر المسلحان الآخران. ودعا السلطات الرسمية إلى تعزيز المنشآت بقوات تضم أفرادا من الشباب المؤهل والمعزز بالأسلحة للقيام بمهامهم بالشكل المطلوب في تأمين وحماية المنشآت وإحباط العمليات التي تستهدفها. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في عام 2011 وفي السن 32 أصبحت توكل كرمان أول يمنية وأول امرأة عربية وثاني امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، وكانت بذلك أصغر حائزة على الجائزة في ذلك الوقت. هكذا تفتتح مجلة فوج الأمريكية مقابلتها مع الناشطة اليمنية مضيفة: كانت توكل كرمان إحدى القيادات النسائية القليلة في الشرق الأوسط، وقد أسست منظمة صحفيات بلا قيود، وفي أوائل عهدها نظمت احتجاجات أسبوعية في العاصمة اليمنية صنعاء. وتضيف المجلة: ركزت كرمان على القمع الحكومي ودعت للتحقيق في الفساد وأشكال أخرى من الظلم الاجتماعي والقانوني، وتم اختطافها وسجنها ومهاجمتها وتهديدها بسبب ما تقول. وقالت الحائزة على جائزة نوبل للمجلة: اليوم وصلنا إلى عصر يرفض فيه الناس في جميع أنحاء العالم الاستبداد والفساد والعنف والفشل، وكلما ازدادت الأمور تدهورا زاد الإصرار على ملائمة أنفسهم مع قيمهم الإنسانية والنضال من أجل عالم من الحب والتعايش والسلام خال عالم خال من الاستبداد والفساد. وعن الوضع في الحالي في اليمن قالت: نحن نواجه انقلابا فاشيا من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران وأجزاء من البلاد تحت الاحتلال والحصار والحرب من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة. تضيف: لقد حققنا ثورة سلمية عظيمة ضد صالح وأجبرناه على التنحي في عام 2011، وبدأنا حوارا وطنيا رائعا وصغنا دستورا ديمقراطيا لجميع أحلامنا وأهدافنا من أجل إعادة بناء اليمن. تتابع في اللقاء الذي ترجمه الموقع بوست: كان هناك انقلاب في عام 2014 نفذه الحوثيون بدعم من الرئيس المخلوع صالح وإيران، حيث استولوا على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وبعد أشهر اندلعت حرب أخرى بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهذه الحرب هي شكل آخر من أشكال الثورة المضادة ضدنا. في ذكرى النكبة: تدمير مجتمع فلسطيني موحد. تحت هذا العنوان كتب ران غرينستاين مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. قبل 70 عاما كان والداي يستعدان للحرب، ليس مع بعضهما بعضا، لم يكونا قد التقيا بعد، وإنما مع العدو على البوابات. كان قد تم تجنيدهما في القوات العسكرية لما سيصبح بعد وقت قصير دولة إسرائيل. من دون أن يعرف ذلك شارك والداي في تنفيذ برنامج سري بعنوان الخطة، وكان الهدف من تلك الخطة هو توسيع حدود الدولة خارج المناطق التي خصصتها لها الأمم المتحدة في تشرين 2 نوفمبر 1947.
وتوطيد السيطرة داخلياً من خلال القضاء على المقاومة وإزالة المجتمعات الفلسطينية التي تقف في طريق القوات الإسرائيلية فيما بعد. أصبحت نتيجة هذه العملية التي بدأت في 1948 تعرف باسم النكبة، مرادف معنى الكارثة باللغة العربية، والتي أسفرت عن تدمير مجتمع فلسطيني موحد والتطهير العرقي لنحو 80% من أفراد ذلك المجتمع الذين كانوا يقطنون في مناطق أصبحت جزءاً من إسرائيل. وتحول أكثر من 50% من إجمالي السكان الفلسطينيين نحو 720,000 في المجموع إلى لاجئين. وهكذا أصبحت إسرائيل دولة ذات أغلبية يهودية، مع اختزال عدد الفلسطينيين إلى 15-20% فقط من سكانها. أما الباقون فأصبحوا تحت السيطرة الأردنية والمصرية، المناطق التي أصبحت تعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة، أو اضطروا إلى قطع حدود فلسطين التاريخية إلى البلدان المجاورة وخاصة لبنان وسوريا والأردن. في الخمسينيات والستينيات أصبحت إسرائيل وجهة لموجة ضخمة من الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأولئك الذين يتذكرون فلسطين قبل العام 1948 حيث عاش اليهود والعرب جنبا إلى جنب وإن لم يكن دائما بسلام، سرعان ما أصبحوا مجرد شريحة صغيرة من المجتمع. لكن محو الذاكرة ظل دائما عملا غير مكتمل، ففي أماكن مثل مدينة حيفا ظلت العديد من المباني بل وحتى أحياء بأكملها بمثابة شهادة على الماضي القريب. وعن الباكستانية الحائزة أيضاً على جائزة نوبل للسلام علق موقع شبكة البي بي سي: الناشطة ملالا يوسفزاي تعود إلى باكستان لأول مرة منذ 6 سنوات. وقالت البي بي سي الناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان ملالا عادت إلى باكستان للمرة الأولى منذ أن أطلق مسلحو طالبان النار عليها. وأكدت ملالا البالغة من العمر 20 عاماً أن تقتل على يد عناصر طالبان في باكستان عام 2012 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. وقال مسؤول لوكالة فرانس بريس إن تفاصيل الرحلة تم إبقاؤها سرا بسبب حساسية الأمور، وبث التلفزيون الباكستاني شريط فيديو ظهرت فيه مع والديها في مطار بنظير بوتو الدولي في إسلام أباد تحت حراسة مشددة. وقالت الشبكة إنه لم يتأكد إذا ما كانت ستزور مسقط رأسها في سوات شمال الريف الغربي خلال زيارتها. بعد قرار ترحيلهم يعود آلاف اليمنيون الذين كانوا يقيمون في السعودية إلى مدينة المكلا، الأمر الذي تسبب في أزمة سكن مع ارتفاع بدلات الإيجار وزيادة الطلب على المشتقات النفطية والمواد الغذائية. وعنونت صحيفة العرب الجديد: المكلا تغص بالعائدين من السعودية. وقالت الصحيفة إنه بهدف مواجهة تداعيات عودة المغتربين عقدت السلطة المحلية في حضرموت اجتماعات لمناقشة عودة هؤلاء والاستعداد لاستقبالهم. وقد طلب محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني تشكيل لجنة لاستقبال المغتربين العائدين من المملكة العربية السعودية في حضرموت. وأكد خلال ترأسه أخيرا اجتماعا للمكاتب التنفيذية والمسؤولين المحليين، أكد أن المؤشرات تدل على عودة عدد كبير من أبناء حضرموت عقب عيد الفطر، مشددا على أهمية التحضير الجيد لتسهيل عودتهم، خصوصا أن كثيرين منهم يعانون ظروفا معيشية صعبة بعد ترحيلهم. كذلك أصدر توجيهاته لإنشاء مخططات سكنية في شرق مدينة المكلا وفي بقية المديريات القريبة من الخدمات. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في أبرز أخبارها المنوعة: الحمض النووي يبرئ أمريكيا بعد قضائه 20 عاما في السجن. وقالت الصحيفة: عاد عضو من فريق نادي بيسبول وايت سوكس في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى عمله، وذلك بعد إدانته بطريق الخطأ وقضاء أكثر من 2 عقدين في السجن. وكان نيفيست كولمان قد أدين في عام 1997 بتهمة الاعتداء الجنسي والقتل على أنت بوينكا بريغمان البالغة من العمر 20 عاما، واتهم كولمان بالقتل من الدرجة الأولى. وأضافت الصحيفة: عقب أكثر من 20 عاما من إدانته قام مكتب النائب العام في مقاطعة كوك بتحليل الحمض النووي في القضية، وأدى ذلك إلى تبرئته وإطلاق سراحه. للعالم عدة أوجه وهناك صور تحاول توثيق هذه الأوجه، نتابعها في جولتنا من صحيفة الجارديان البريطانية والتي تجول مصوروها في عدد من مناطق العالم وحصدوا التالي:
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.